على مستوى فني ومتخصص، معلش يا فندم اسال حضرتك، حضرتك يعني هتبقى اهل مكه ادرى بشعابها، كل يوم بيفرق معانا فيما يرتبط بمساله ملء السد ولا لا؟ هو طبعا يعني هو لما يبقى في اتفاق ده مرحله بتريح الجميع، حتى كويسه الاثيوبي يبقى في تعاون وفي اتفاق وفي تواصل. طبعا الملء او كل يوم بيفرق معانا، ان انا بغير في الخطط بتاعتي، عايز اتعامل مع وضع ملء السد. بالنسبه لي بيمثل جفاف صناعي، لان اي كميه ميه بيملاها السد بتقل من كميه الميه اللي جايه لي، فبالتالي ده انا بتعرض لجفاف صناعي. لو حصل جفاف طبيعي مع الجفاف الصناعي يبقى جفاف مضاعف. مفهوم. حضرتك معايا؟ سامعك يا فندم. انا بس عايز ابسط عشان الناس، انه جفاف بسبب بشري، يعني الجفاف الطبيعي اللي بيحصل غير الجفاف بسبب السد. بالظبط. فالمشكله لو تطابق الاثنين مع بعض هنعمل ايه؟ احنا وصلنا لحلول فنيه بتوصل اثيوبيا في احلك ظروف الجفاف بيولدوا 80% من الطاقه الكهربائيه للسد. وقدمنا لاثيوبيا موقف ده ازاي يقدر يولد 80% من قدره الكهرباء اللي هو محتاجها. بالظبط. واتفقنا على السيناريوهات بتاعتها وكل حاجه. أيوة. فبالنسبه له هو في الناحيه الثانيه ازاي بقى هو بيولد 80% من الكهرباء، ازاي يدعمني وقت الجفاف؟ دي الجزئيه دي بالنسبه لنا مهمه جدا ولسه ما وصلناش فيها التوافق. بالنسبه لنا احنا بتمثل الجزء الاكبر من الاتفاق. لما قدمنا المقترح ده، لما قدمنا التصور ده، كان رد الفعل الاثيوبي ايه يا فندم؟ لا هو طبعا هو واضح، يعني هو احنا بنتكلم يعني بتظهر كل قدرتك على التعاون، انت دوله وبلد ووفد بيقول احنا هنقدم لكم كل خبرتنا. احنا تجاوبنا مع كل الاطروحات، يعني تجاوبنا اي افكار طرحت احنا درسناها وتجاوبنا معاها وطورنا فيها معاهم وخلاص. هو يعني هو بالنسبه له هو ضامن ان هو هيولد 80% من سد وظيفته الاساسيه توليد الكهرباء. مفهوم. ترجع مصر للتفاوض لما يبقى في مقترح اثيوبي بخصوص التعامل مع الجفاف؟ احنا نرجع للتفاوض لما يكون في نيه ان احنا نوصل لاتفاق، يعني ده في الاساس، يعني يبقى في، ولو وصلنا لاتفاق يبقى في ادوات تحكم هذا الاتفاق. يعني لما بروح اعمل اي تعاقد مع اي حد بنتفق احنا لو اختلفنا هنروح لمين؟ طبعا. مين اللي هيحكم بيننا؟ هو ده الجزء القانوني اللي احنا واقفين عنه، آلية فض المنازعات. ففي اساسيات في الاتفاق لازم يبقى في اراده سياسيه ان احنا نتفق عليها. صحيح. الامور محتاجه نفس طويل، احنا دايما في يعني طبيعتنا بيبقى عندنا صبر، بس بنبقى في الامور دي بنبقى مستعجلين نشوف نتائج. هل لسه ما زلنا علينا ان دي معركه نفس طويل وتفاصيل اكتر؟ طبعا. نتوقع كده كراي عام، لانه الناس كلها بتبقى تقول لك وبعدين ايه اللي هيحصل بسرعه، يعني مستنيين. انا هقول لحضرتك ببساطه خالص، انا عشت في اثيوبيا فتره. ايوه. وليا اصدقاء، الوزير الاثيوبي صديق وليا اصدقاء كتير في اثيوبيا. احنا بالنسبه لنا برضه عشان تبقى واضحه، انا بقولت لهم ده يا جماعه جواز كاثوليكي ما ينفعش في طلاق. ايوه. فاحنا على المدى القصير ولا المدى البعيد لازم يبقى في علاقات حسن جوار وعلاقات ود وعلاقات تكامل وعلاقات تنميه اقليميه وحاجات كثيره جدا ممكن نعملها مع بعض. فعشان كده مع المدخل دوت لازم يبقى نفسنا طويل ولا نيأس ونشتغل لاخر نفس. انطباعك الشخصي، وحضرتك صاحب خبره في اثيوبيا، انطباعك الشخصي، احنا شايفين الناس برضو العاديه في الشارع بتقول طب احنا قدمنا كل ده ومفيش خطاب لرئيس الجمهوريه، مفيش كلمه على الموقف السياسي اتقالت من مصر الا وانه احنا مع التنميه الاثيوبيه بما لا يهدد احتياج الحياه المصريه. يعني انطباع حضرتك الشخصي عن سبب يعني التزمت ده او التمسك بالموقف بهذا الشكل؟ يعني مش هقدر اقول انطباع شخصي، ده يرجع بقى للمحللين يحللوا الانطباعات ليه هم. لكن متمسك يعني كوزير ومسؤول بالنفس الطويل. لازم طبعا، لازم هي كل حاجه عشان اوصل لاي هدف لازم يبقى عايز صبر وعايز يعني تالنت او مثابره عشان اوصل لهدفي.
والمصابرة لها طرق كتيرة قوي بنشتغل عليها كدولة يعني. أنا بشكرك شكرا جزيلا يا فندم، شكرا جزيلا على شكرا. الوقت والمتابعة، شكرا جزيلا يا فندم شكرا. وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي، شكرا جزيلا.